دع الحرص على الدنيا وفي العيش لا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، غني كل من يقنع، فقير كل من يطمع. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومتميزة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة الحسنات، في حلقة الإنفاق، في حلقة التبرعات. مش هتكلم كتير، وكالعادة أنتوا عارفين مجهود جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. النهارده معانا حالات جديده، النهارده معانا امهات جديده، النهارده معانا مساعدات جديده، النهارده معانا حسنات جديده. النهارده جايبين لكم شرط حسنات معانا هنعرضها لحضراتكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم كالعاده وزي ما وعدتونا دايما اهل الفضل واهل الخير واهل التبرعات، ما تخذلوش الحالات اللي محتاجه للمساعده، ما تخذلوش الحالات اللي محتاجه للتبرعات، ما تخذلوش الحالات اللي نفسها تتوفر لهم اساسيات الحياه. هنخرج نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا. جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. مصر لكل المصريين خيرها كتير ملايين ملايين، قد الدنيا وزنت الدنيا وبيا وبيك مش ناس تانيين. احنا هنا فريق عمل جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية، قطعنا آلاف ومئات المترات عشان نوصل للحالات. الحالات ايه؟ الحالات الموجوده في النجوع والقرى المحرومه المحتاجه فعلا لمساعدتكم، المحتاجه فعلا لدعمكم. النهارده موجودين في قريه قدايه التابعه لمركز اطفيح، ومعانا حاله من الحالات اللي احنا مش هنزيد عليها، احنا هنخلي حضراتكم تسمعوا منها، واحنا ما الا وسيط بينهم وبين حضراتكم، بنقرب لكم البعيد وبنجيب لكم ميزان الحسنات الدائم، بنجيب لكم نهر جاري من الحسنات. تعرف بحضرتك؟ يوسف. يوسف الحمد لله. سامري معي كم ابن؟ خمسة. خمسة. شغال عليهم في الغطاء. شغال عليهم في الغطاء. أسمائهم إيه؟ يوسف وأحمد ودعاء وياسمين وعبد. وعبد. عبد. قولي لي حضرتك جوزك بيشتغل إيه؟ مسؤول. مدله خمس سنين. مسؤول مدله خمس سنين. طيب مين العائل للأسرة دي أو مين اللي بيصرف عليكم؟ أنا شغالة عليهم في الغطان باليومية. شغالة في الغطان باليومية؟ اليومية وراح أجيبها بقى 30 جنيه من الشغل. بالله عليكم ال 30 جنيه اللي يعملوا إيه؟ تشتغلي من إمتى لإمتى ب 30 جنيه؟ الصبح من الساعة 7 لحد بعد العصر. 30 جنيه؟ تشتغلي فين؟ بتعملي إيه في الغطان؟ بجمع بسلة. بجمع بسلة من 7 الصبح أو 6 الصبح للساعة 5 العصر أو 4 العصر. واسبه متمرمط في الشارع. 30 جنيه؟ 30 جنيه. هيجيبوا بقى ال 30 جنيه دول، هيجيبوا لهم اكل ولا يجيبوا لهم لحم ولا يجيبوا لهم لبس ولا يجيبوا لهم ايه؟ لو في حد بيسمعنا حاليا من اهل الخير واهل الفضل، الناس اللي في قلبها رحمه، تطلبي ايه منهم وتقولي لهم ايه؟ هم بيسمعوكي دلوقتي، بصي لهم عشان هم بيسمعوكي. يقدر عليه، يقدر عليه سعد، بس بص الاطفال دي بس ساعه ما تجيبهم كده بص لهم، بص لمنظرهم وبص احنا عايشين ازاي. عظيم. بص الاطفال دي والله ابوه مزق اديله خمس سنين، والله خمس سنين. سيبنا حامل، والله سيبنا حامل في ده. شوف ده عنده قد الوقت، عنده خمسة ما شافش أبوه، ومسكون في آخر بلاد المسلمين بعيد. ما يفضل يعاتب ويقول له أبويا فين وأبويا فين، وأبويا مات عشان إنه ما شافوش. والله ما شافه، ويشوفوا المنظر ويشوفوا اللي أنا عايشاه، بس مستحمل أوساك. أحرمهم من مين؟ أحرمهم من وأروح لمين؟ طالبة من أهل الخير يساعدوني ويبصوا له. هل حضرتك بتحب ان اختك تكون بالمنظر ده؟ ان اختك تكون وتعيش تحت الظروف القاسيه دي؟ احنا بنجري عشان نشوف الرفاهيات، نشوف الحاجات كماليات الحياه. الناس دي معدومه من اساسيات الحياه. الناس دي معدومه من الاكل والشرب اللي هم اكتر حاجتين مرتكزين عليهم، والناس كلها عايشه بيهم. ممكن حضرتك وانت بتسمعني حاليا قدام التلفزيون ابنك يقول لك يا بابا يا ماما عايز 10 جنيه، عايز 20 جنيه، عايز 30 جنيه اشتري بيها بسكوت. تتصوروا ان الاطفال دي كلها امهم بتجري عليهم من 6 الصبح ل 4 العصر زي ما قالت لنا علشان 30 جنيه. طب انت نفسك في ايه؟ ماما مش قادره تجيبه لك واحنا نجيبه لك، نفسك في ايه؟
نفسي اتغطى حلو. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو بس انا مرتاح. البطاطين بتاعتنا مش تقيلة وبنام سقعان. البطاطين بتاعتنا مش تقيلة وبنام وانا سقعان. نفسي اتغدى كويس. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي يوسف. يوسف، طيب نفسك في ايه؟ لو حد بيسمعنا حاليا وهيجيب لك الحاجة اللي نفسك فيها، نفسك في ايه؟ بص له ان هو بيسمعنا حاليا. انت ابويا ازور ابويا ازور ابويا. نفسي اقعد اتغطى، نفسي انام حلو، ونفسي اقعد في بيت حلو كده. اصحابي بيقعدوا قلب الشنطه مقطع وانا رايح المدرسه. لا تاني، اصحابك بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يضحكوا عليا يقولوا لي ده جايب شنطه مقطع، يقوموا لابسين شنط حلوه وانا عايز شنطه. اصحابك لابسين شنط حلوه بيقولوا لك شنطتك مقطعه وانت عايز شنطه حلوه؟ عايز شنطة حلوة، نفسي أروح له. عايز شنطة حلوة، ونفسي أزور أبويا، ونفسي أنام في بيت كويس، ونفسي أتغطى كويس من السقعة. أستاذة أم دعاء معانا هنا في قرية تابعة لمركز أطفيح، بتقول أنا بشتغل ستة الصبح الساعة 4 أو 5 العصر مقابل كام؟ 500 جنيه؟ 1000 جنيه؟ لا، مقابل 30 جنيه. مقابل 30 جنيه. مش هتكلم تاني. حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل. مصر لكل المصريين مستمرة ولن تتوقف عن الإبحار، بفضلكم وبتبرعاتكم وبدعمكم. النهاردة معنا حالة جديدة، النهاردة معنا أم جديدة، النهاردة معنا بنت جديدة، النهاردة معنا أخت جديدة. حضراتكم هتشوفوها معانا وهتشوف احتياجاتها، هتشوف متطلباتها، هتشوفوا هي عايزه ايه مننا بالظبط. لان احنا حلقه الوصل اللي بين حضراتكم اهل الفضل واهل الخير واهل التبرعات واهل الانفاق واهل الاحسان واهل الصدقات، وبين اهالينا المحتاجين لدعمكم ولفضلكم. تعرف بحضرتك؟ وفاء يحيى. منين يا استاذ وفاء؟ غمازه كبيره، مركز الصف. احنا بنسجل مع حضرتك دلوقتي امتى؟ بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ بعد العشاء. حضرتك معاكي كام ابن او كام بنت؟ معايا 4 ولدين وبنتين. معايا ولدين وبنتين. تمام. حضرتك لو حد بيسمعنا من اهل الفضل واهل الخير وعايز يتبرع لحضرتك، عايز يجي لحضرتك بنفسه ويشوف الوضع هنا، حضرتك ممكن تقولي له ايه؟ يا ريت تبص على الكاميرا. ربنا يخليه وربنا يديله الصحه يا رب، والف شكر على اللي انت بتعمله معانا. واحنا بس مش عايزين اكتر من يعني ان احنا نقعد في بيته كويس وكده. نطر علينا وجيران خدمنا عنده نطره جامده لدرجه العيال كان بتعيط. حضرتك محتاجه البيت عشان اول المطر ما نزل على حضرتك جريتي انت واطفالك الصغيرين دول وقعدت عند الجيران. الفرش كله باظ، ما كناش عارفين نروح فين، والجيران بقى واقفين، دي يقول تعالوا ودي يقول تعالوا، ما كناش عارفين احنا نروح فين. والنطر كان جامد، كان علينا وقالوا لك ده سيور جامده وكده، ما كناش احنا عارفين نروح فين. ولو تقفوا معانا الف شكر. حضرتك عندك كام بنت وكام ابن؟ معايا ولدين وبنتين، يوسف واحمد ودنيا ورحمه. مش عارفين والله، حتى البنت الكبيره كل ما نجهزها مش عارفين نجهزها، كل ما مثلا ما يجي لها عريس مش عارفين نجوزها، ان ما فيش ان احنا نجيب لها حاجه. والله العظيم هي دي الحقيقه فعلا، مش عارفين نجيب لها اي حاجه. وربنا يخليكم لو وقفتوا معانا. زي ما قلت لحضراتكم، جمعية مصر لكل المصريين، أول ما بننزل أي قرية، أول ما بننزل أي ناجع محروم، بنتحرى الدقة كويس خالص علشان تكون الحالات دي تستاهل، تكون الحالات دي تستحق. ليه؟ لأننا احنا أكثر حرصا من حضراتكم على أموالكم وعلى مبالغكم، مبالغ التبرعات دي، عشان تيجي كل جنيه حضرتك بتدفعه بتكون نيتك إنك تخدم بيه، إنك تساعد بيه، إنك تعمل بيه مساعدة معينة. مصر كل المصريين هي الوسيط بين حضرتك وبين اهالينا. بنجيب الجنيه، بيدفع جنيه، مش بنخصم منه حاجه، مفيش حد في مصر كل المصريين بياخد منه حاجه. وزي ما قلت لحضراتكم، الحالات دي مش محتاجه رفاهيات للحياه زي ما معظمنا بيدور للاسف. الناس دي محتاجه مأوى، ممكن نعمل لهم بيت يسكنوا فيه. حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. في ظل انتشار الأوبئة والفيروسات،
الواحد فينا لما يسمع بحادثة مثلا في مكان حصلت يقول ايه؟ يا رب اللهم اني اعوذ بك من موت الغفلة، صح؟ بيقول يا رب اكفيني شر موت الفجأة وموت الغفلة، يا رب اكفيني شر مصارع السوء، يا رب اكفيني شر غفلات الزمان. النهارده جاب لك الحل السحري، جاب لك روشتة الحسنات عشان وقاية ليك من مصارع السوء اللي هي ايه؟ صنائع المعروف. طيب في صنائع معروف افضل من المعروض قدامكم على الشاشة؟ في صنائع معروف افضل من مساعدة الحالات دي؟ لو انتوا تشوفوا الفيديو وتسمعوه مش محتاج ان انا اعقب عليه، الفيديو نفسه انا مش محتاج ان انا اتكلم عليه او ارجع اقول اقول تعقيب تاني عليه، الفيديو نفسه شارح نفسه. الولد يقول لنا ايه؟ انا عايز فيلا، انا عايز عربيه، انا عايز فلوس كتيره، انا عايز اي حاجه من اللي احنا بندور عليها رفاهيات الحياه. لا، هو عايز اساسيات الحياه. ممكن توفروا له اساسيات الحياه؟ ممكن توفروا له يتغدى كويس؟ لو ممكن واجابه حضرتك نعم، الارقام على الشاشه، هتتواصل مع مصر كل المصريين، هيبعتوا لك مندوبهم لحد باب البيت، هياخد من حضرتك التبرع، هياخد من حضرتك الصدقه، وهتروح للولد ده. البطاطين بتاعتنا مش تقيله، بنام وانا سقعان. واخدين بالكم؟ مش بدور على رفاهيات الحياه، بدور على الاساسيات، عايز ياكل ويشرب، وعايز هو نايم يتغطى كويس. البطانيه بتاعته خفيفه، فلما بيجوا شويه هوا كده بيبرد، بترتعد في رئيسه، بيمسك في نفسه كده، احنا عايزينه ينام مرتاح، عايزينه ينام مطمئن. ممكن اهل الفضل، اهل الخير، اهل التبرعات، اهل الاحسان، اهل النفقات. لو ممكن الولد ده يتغدى حلو وينام مرتاح، فالارقام على الشاشه. لو ممكن حد يرقف بيه، لو ممكن حد يبص لحالته وعايز ينزل بنفسه ويساعد الطفل ده، الارقام على الشاشه. هتتواصل مع الارقام دي وهيجي المندوب هياخد التبرع بتاعك وهيديك وهو ماشي ايه؟ شنطه حسنات. ايصال التبرع اللي بتستلمه مننا هو عباره عن شنطه من الحسنات. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بتحب الفلوس؟ بتحب المال؟ انفق منه. الحاجه اللي بتحبها، الحاجه اللي شايفها كل حياتك، انفق منها. ست كبيره تشتغل من 6 الصبح لحد 4 العصر مقابل 30 جنيه. احنا بنشتغل من 6 الصبح ل 4 العصر، ولو اخذنا 200 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه، دول قليلين، هيعملوا ايه؟ الدنيا غاليه، المعيشه غاليه. هي فعلا المعيشه غاليه والدنيا غاليه، بس الست دي برضه بتقول المعيشه غاليه، بتقول الدنيا غاليه، بتقول انا عايز حد يساعدني، بتقول انا نفسي اربي عيالي كويس، بعد ما خلصنا الكاميرات والتصوير بتقول لي يا علي انا عايز اقول لك حاجه، قلت لها نعم، قالت لي انا مش عايزه فلوس عشان اكل واشرب وبس، امال ايه؟ يا ست الكل، ام دعاء دي ست الكل حرفيا، والله الناس دي اسيادنا، والله الناس دي احنا محتاجين منهم الدعوه قد ما هم محتاجين مننا الفلوس او ربما يزيد قليلا. والله والله وبالله وتالله، دعوه يتقبلها رب الفقير من الفقير تستطيع ان تغير حال الغني من حال الى حال. واكيد حضراتكم مجربين، مجربين عفو ربنا علينا، ومجربين رأفه ربنا بينا. اخر حاجه هقولها قبل ما اطلع التقرير مره ثانيه واعرض لكم الحالات بنفسكم مره ثانيه، هي رساله لاصحاب المعاصي، رساله لاصحاب الذنوب. ناس كثيره مننا بتعمل ذنوب، ناس كثيره مننا والله بتعمل معاصي، ودايما بتبكي وبتدعي يا رب اغفر لذنوبي، يا رب يا رب يا رب انا عايزك المعصيه دي ما اعملهاش ثاني، يا رب اعني على معصيتي. خد الروشته السحريه دي، خد شنطه الحسنات دي، هقولها لك ثاني. الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. بتعمل خطايا؟ من اصحاب الذنوب؟ من اصحاب المعاصي؟ نفسك ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك؟ نفسك تتذوق حلاوه الايمان، حلاوه التقوى، حلاوه التوبه، وترجع في الايام المباركه؟ احنا في شهر شعبان، خد بالكم، احنا في شهر شعبان وداخلين على افضل الشهور في السنه، بل افضل الشهور على مر اي انسان، اللي هو شهر رمضان الكريم. عايز تستقبل رمضان وعايز تدخل عليك رمضان وانت بكل توبه، عايز تدخل عليك رمضان وانت بكل احسان وكل انفاق، الحالات دي الصدقه تطفئ الخطيئه. لو انت من اصحاب الخطايا، لو انت من اصحاب الذنوب، عايز ربنا يتوب عليك، الصدقه. انا جبت لك اهو، شفت لما يكون معاك نار ملتهبه، نار متقده، وعايز تطفي النار دي بتعمل ايه؟ بتجيب ميه. طب انت صاحب ذنب، طب انت صاحب معصيه، ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك من الذنب والمعصيه دي، تعمل ايه؟ تتصدق. واظن الحالات اللي شفناها واللي هنخرج حالا بعد ثواني نشوفها، هي افضل مكان لصدقتك وافضل مكان لتبرع حضرتك. هنخرج نشوف التقرير مره ثانيه ونرجع نكمل الكلام. جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية.
مصر لكل المصريين خيرها كتير ملايين ملايين. قد الدنيا وزنت الدنيا وبيا وبيك مش ناس تانيين. احنا هنا فريق عمل جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية، قطعنا آلاف ومئات المترات عشان نوصل للحالات. الحالات ايه؟ الحالات الموجودة في النجوع والقرى المحرومة المحتاجة فعلا لمساعدتكم، المحتاجة فعلا لدعمكم. النهاردة موجودين في قرية قضاية التابعة لمركز أطفيح، ومعانا حالة من الحالات اللي احنا مش هنزيد عليها، احنا هنخلي حضراتكم تسمعوا منها، واحنا ما إلا وسيط بينهم وبين حضراتكم لنقرب لكم البعيد، وبنجيب لكم ميزان الحسنات الدائم، بنجيب لكم نهر جاري من الحسنات. تعرف بحضرتك؟ يوسف. يوسف عاش ازاي؟ قولي لنا عاش ازاي؟ الله الحمد لله. معي كم ابن؟ خمسة. وشغال عليهم في الغطاء. شغال عليهم في الغطاء. اسمائهم ايه؟ يوسف واحمد ودعاء وياسمين وعبد. عبد. قولي لي حضرتك جوزك بيشتغل ايه؟ مسؤول. بقاله خمس سنين مسؤول. بقاله خمس سنين. طيب مين العائل الأسرة دي او مين اللي بيصرف عليكم؟ انا شغالة عليهم في الغطاء باليومية. شغالة في الغطاء باليومية؟ اليومية بروح اجيبها بقى 30 جنيه من الشغل. بالله عليكم ال 30 جنيه اللي يعملوا ايه؟ تشتغلي من امتى لامتى ب 30 جنيه؟ الصبح من الساعة 7 لحد بعد العصر. 30 جنيه؟ تشتغلي فين؟ بتعمل ايه في الغطاء؟ بجمع بسلة. بجمع بسلة من 7 الصبح او 6 الصبح للساعة 5 العصر او 4 العصر. واسيبهم متمرمطين في الشارع. 30 جنيه؟ 30 جنيه. هيجيبوا بقى ال 30 جنيه دول؟ يجيبوا لهم اكل ولا يجيبوا لهم لحم ولا يجيبوا لهم لبس ولا يجيبوا لهم ايه؟ لو في حد بيسمعنا حاليا من اهل الخير واهل الفضل، الناس اللي في قلبها رحمه، تطلبي ايه منهم وتقولي لهم ايه؟ هم بيسمعوكي دلوقتي، بصي لهم عشان هم بيسمعوكي. يقدر عليه، يقدر عليه سعد. بس بص الاطفال دي، بس ساعه ما تجيبهم كده بص لهم، بس بص منظرهم وبص احنا عايشين ازاي عظام. بس بص الاطفال دي والله ابوه مزق ادله خمس سنين، والله خمس سنين سيبنا حامل، والله سيبنا حامل في ده. شوف ده عنده قد الوقت، عنده خمسة ما شافش ابوه، ومسكون في اخر بلاد المسلمين بعيد. ما يفضل يعيط ويقول له ابويا فين وابويا فين، وابويا مات عشان انه ما شافوش. والله ما شاف. ويمكن يشوفوا المنظر ويشوفوا اللي انا عايشاه، بس مستحمل نفسها. احرمهم من مين؟ احرمهم من واروح لمين؟ طالبه من اهل الخير يساعدوني ويبصوا له. هل حضرتك بتحب ان اختك تكون بالمنظر ده؟ ان اختك تكون وتعيش تحت الظروف القاسيه دي؟ احنا بنجري عشان نشوف الرفاهيات، نشوف الحاجات كماليات الحياه. الناس دي معدومه من اساسيات الحياه. الناس دي معدومه من الاكل والشرب اللي هم اكتر حاجتين مرتكزين عليهم والناس كلها عايشه بيهم. ممكن حضرتك وانت بتسمعني حاليا قدام التلفزيون ابنك يقول لك يا بابا يا ماما عايز 10 جنيه، عايز 20 جنيه، عايز 30 جنيه اشتري بيها بسكوت. تتصوروا ان الاطفال دي كلها امهم بتجري عليهم من 6 الصبح ل 4 العصر زي ما قالت لنا علشان 30 جنيه. طب انت نفسك في ايه؟ ماما مش قادره تجيبه لك واحنا نجيبه لك، نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو عشان انا مرتاح. البطاطين بتاعتنا مش تقيله ولا بنام وانا سقعان. البطاطين بتاعتنا مش تقيله وبنام وانا سقعان. نفسي اتغدى كويس. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي يوسف. يوسف، طيب نفسك في ايه؟ لو حد بيسمعنا حاليا وهيجيب لك الحاجه اللي نفسك فيها، نفسك في ايه؟ بص له ان هو بيسمعنا حاليا. نفسي ابويا، ازور ابويا، ازور ابويا، نفسي اقعد اتغطى، نفسي انام حلو، ونفسي اقعد، ونفسي اقعد في بيت حلو كده، واصحابي بيقعدوا قلب الشنطه مقطع وانا رايح المدرسه. لا تاني، اصحابك بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يضحكوا عليا يقولوا لي ده جايب شنطه مقطع، ويقوموا لابسين شنط حلو وانا عايز شنطه. اصحابك لابسين شنط حلوه بيقولوا لك شنطتك مقطعه وانت عايز شنطه حلوه؟ ايوه عايز شنطه حلوه، نفسي ازور حلوه، عايز شنطه حلوه، ونفسي ازور ابويا، ونفسي انام في بيت كويس، ونفسي اتغطى كويس من السقعه. استاذه ام دعاء معانا هنا في قريه تابعه لمركز اطفيح، بتقول انا بشتغل من 6 الصبح للساعه 4 او 5 العصر مقابل كام؟ 500 جنيه.
ألف جنيه؟ لا، مقابل 30 جنيه. مقابل 30 جنيه. مش هتكلم تاني. حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل. مصر لكل المصريين مستمرة ولن تتوقف عن الإبحار بفضلكم وبتورعاتكم وبدعمكم. النهاردة معنا حالة جديدة، النهاردة معنا أم جديدة، النهاردة معنا بنت جديدة، النهاردة معنا أخت جديدة. حضراتكم هتشوفوها معانا وهتشوفوا احتياجاتها، هتشوفوا متطلباتها، هتشوفوا هي عايزة ايه مننا بالظبط. لان احنا حلقة الوصل اللي بين حضراتكم اهل الفضل واهل الخير واهل التبرعات واهل الانفاق واهل الاحسان واهل الصدقات، وبين اهالينا المحتاجين لدعمكم ولفضلكم. تعرف بحضرتك؟ وفاء يحيى. منين يا استاذ وفاء؟ غمازة كبيرة، مركز الصف. احنا مسجل مع حضرتك دلوقتي امتى؟ بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ بعد العشاء. حضرتك معاكي كام ابن او كام بنت؟ معايا 4 ولدين وبنتين. معايا ولدين وبنتين. تمام. حضرتك لو حد بيسمعنا من اهل الفضل واهل الخير وعايز يتبرع لحضرتك، عايز يجي لحضرتك بنفسه ويشوف الوضع هنا، حضرتك ممكن تقولي له ايه؟ يا ريت تبص على الكاميرا. ربنا يخليه وربنا يديله الصحه يا رب، والف شكر على اللي انت بتعمله معانا. واحنا بس مش عايزين اكتر من يعني ان احنا نقعد في بيته كويس وكده. نطره جامده لدرجه العيال كان بتعيط. حضرتك محتاجة البيت عشان أول المطر ما نزل على حضرتك جريتي أنت وأطفالك الصغيرين دول وقعدت عند الجيران. الفرش كله باظ، ما كناش عارفين نروح فين، والجيران بقى واقفين دي يقول تعالوا دي يقول تعالوا، ما كناش عارفين احنا نروح فين. والمطر كان جامد، كان علينا وقالوا لك ده سير جامدة وكده، ما كناش احنا عارفين نروح فين. ولو تقفوا معانا ألف شكر. حضرتك عندك كام بنت وكام ابن؟ معايا ولدين وبنتين، يوسف واحمد ودنيا ورحمه. مش عارفين والله، حتى البنت الكبيره كل ما نجهزها مش عارفين نجهزها، كل ما مثلا ما يجي لها عريس مش عارفين نجوزها، ان ما فيش ان احنا نجيب لها حاجه. والله العظيم يا دي الحق فعلا مش عارفين نجيب لها اي حاجه، وربنا يخليكم لو وقفتوا معانا. زي ما قلت لحضراتكم، جمعية مصر كل المصريين أول ما بننزل أي قرية، أول ما بننزل أي ناجع محروم، بنتحرى الدقة كويس خالص علشان تكون الحالات دي تستاهل، تكون الحالات دي تستحق. ليه؟ لأننا احنا أكثر حرصا من حضراتكم على أموالكم وعلى مبالغكم، مبالغ التبرعات دي، علشان تيجي كل جنيه حضرتك بتدفعه بتكون نيتك إنك تخدم بيه، إنك تساعد بيه، إنك تعمل بيه مساعدة معينة. مصر كل المصريين هي الوسيط بين حضرتك وبين اهالينا. بنجيب الجنيه، بيدفع جنيه، مش بنخصم منه حاجه. مفيش حد في مصر كل المصريين بياخد منه حاجه. وزي ما قلت لحضراتكم، الحالات دي مش محتاجه رفاهيات للحياه زي ما معظمنا بيدور للاسف. الناس دي محتاجه ممكن نعمل لهم بيت يسكنوا فيه. حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل. حباك إله الكون فضل عطائه. في يوم من الأيام أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيعها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساكين كعادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات. فعندما عاد إلى بيته وقال لها: يا عائشة، ماذا فعلتي أو ماذا أبقيتي؟ إن عملت إيه في الشاة؟ هل قطعتيها ووزعتيها؟ ولا في حاجة فضل منها؟ قالت: يا عائشة، اسمعوا الكلمتين اللي جايين دول مهمين قوي. ما أبقيت إلا الكتف يا رسول الله. يعني وزعت الشاة كلها وأبقت الكتف بس للنبي صلى الله عليه وسلم والأهل البيت. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشة، والله بقيت كلها إلا الكتف. بقيت كلها إلا الكتف. المتبقي اللي هو إيه؟ اللي أنت بتتبرع بيه. المتبقي لحضرتك هو إيه؟ نفقاتك. المتبقي لحضرتك اللي هي إيه؟ حسناتك. المتبقي لحضرتك هو إيه؟ زكاتك، هبتك للناس دي. أنا قبل الفاصل وقبل ما تشوف التقرير معانا كنت بقول لكم في قصة أحكيها لكم حصلت معايا شخصيا مع ست أم دعاء الموجودة قدامنا في التقرير وهتتعرض دلوقتي في التقرير.
وللاسف في الكنترول قالوا لي انت نسيت ما تقول القصه دي اللي هي ايه؟ قالت لي يا علي انا مش عايزه الفلوس علشان اكل واشرب واغطي الاطفال دي بس، ما علشان ايه تاني يا ست الكل؟ والله انا عايزاهم ما يتربوش في الشارع. انت متصور؟ انت متخيل المصيبه فين؟ انا بخرج من 6 الصبح ل 4 العصر بال 30 جنيه بشيل البسله على كتفي في الغيطان وسط الرجاله، ولحد كده انا عندي كويس، ولكن اول ما بخرج بسيبهم في الشارع. الشارع هو المأوى ليهم، اصدقاء السوء هم الملجأ ليهم. مامتهم مش موجوده، باباهم مسجون، مين اللي هيدافع عنهم؟ مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هيرعاهم؟ مين اللي هياخد بايدهم؟ انت بتكون موجود وسط اولادك مش بتقدر تربيهم التربيه الكويسه، بتقول انا بعاني من تربيه اولادي، اولادي مش بيسمعوا الكلام، انا ابني عاق. ربنا اقول لك عايزك تتبرع لام دعاء، عايزك تساعد، الارقام على الشاشه اهي لام دعاء، وهتشوف ربنا يعمل ايه في اولادك، وهتشوف التربيه هتكون ازاي، وهتشوف المصير هيكون ازاي، وهتشوف المستقبل هيكون ازاي. ساعدوا ام دعاء عشان تقدر تربي اولادها كويس، عشان تقدر ما تروحش من تصحى من 6 الصبح وتروح الغيطان وتقعد في بيتها تراعي اولادها الصغار دول لحد ما زوجها ربنا يفك كربه ويرجع لها من السجن. قبل برضو ما اخرج اشوف التقرير لاخر مره، عايز اقول لحضراتكم حاجه معينه. احد السلف الصالح كان يقول ايه؟ خفت على مصرعي فاكثرت من عطائي. هو خاف على مصرعه فعمل ايه؟ فاكثر من عطائه. كان اي حد يقول له انا عايز فلوس اتفضل، انا عايز نفقه اتفضل، انا عايز حسنه اتفضل، انا عايز انا محتاج لتبرعك اتفضل، ما كانش يبخل على حد. فسالوه انت بتعمل ليه كده؟ انا مش بتكلم على حد من الدنيا، لحد من السلف الصالح، ها حد من زمان، السلف الصالح، الناس الصالحه، الناس اللي عارفه قيمه التبرع، الناس اللي عارفه قيمه الحسنات كويسه. قالت ايه؟ اسمع معايا كده، خفت على مصرعي فاكثرت من عطائي. مش هتكلم كتير، ويا رب تقبل منا ومنكم سائر النفقات وسائر الحسنات، وان شاء الله دايما متجمعين في الخير، وان شاء الله انا وانتو مع بعض موجودين في الجنه، وان شاء الله انا وانتو هنكون الفردوس هو مأوانا. وقبل ما اختم وقبل ما اطلع التقرير هقول ايه؟ خير دنيتنا بجمعيتنا مصر الكل المصريين، حاضره في ثانيه تغطي الدنيا، ما هو خيرها كتير ملايين ملايين، سواء كنت فقير او بيه فكلنا والله رجعنا اليه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ابدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. مصر لكل المصريين خيرها كتير ملايين ملايين، قد الدنيا وزنت الدنيا وبيا وبيك مش ناس تانيين. احنا هنا فريق عمل جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية، قطعنا آلاف ومئات المترات عشان نوصل للحالات. الحالات ايه؟ الحالات الموجوده في النجوع والقرى المحرومه المحتاجه فعلا لمساعدتكم، المحتاجه فعلا لدعمكم. النهارده موجودين في قريه قدايه التابعه لمركز اطفيح، ومعانا حاله من الحالات اللي احنا مش هنزيد عليها، احنا هنخلي حضراتكم تسمعوا منها، واحنا ما الا وسيط بينهم وبين حضراتكم، بنقرب لكم البعيد وبنجيب لكم ميزان الحسنات الدائم، بنجيب لكم نهر جاري من الحسنات. تعرف بحضرتك؟ يوسف. الحمد لله، بس عامل ايه؟ معي كام ابن؟ خمسة. خمسة؟ شغال عليهم في الغيطان. شغال عليهم في الغيطان؟ أسمائهم ايه؟ يوسف وأحمد ودعاء وياسمين وعبد. وعبد. عبد. قولي لي حضرتك جوزك بيشتغل ايه؟ مسؤول. بدله 5 سنين، مسؤول بدله 5 سنين. طيب مين العائل الأسرة دي أو مين اللي بيصرف عليكم؟ أنا شغالة عليهم في الغيطان باليومية. شغالة في الغيطان باليومية؟ باليومية بروح أجيبها بقى 30 جنيه من الشغل. بالله عليكم ال 30 جنيه اللي يعملوا إيه؟ تشتغلي من إمتى لإمتى ب 30 جنيه؟ الصبح من الساعة 7 لحد بعد العصر. 30 جنيه؟ تشتغلي فين؟ بتعملي إيه في الغيطان؟ بجمع بسلة. بجمع بسلة من 7 الصبح أو 6 الصبح للساعة 5 العصر أو 4 العصر. واسيبهم متمرمطين في الشارع. 30 جنيه؟ 30 جنيه. هيجيبوا بقى ال 30 جنيه دول، هيجيبوا لهم اكل ولا يجيبوا لهم لحم ولا يجيبوا لهم لبس ولا يجيبوا لهم ايه؟ لو في حد بيسمعنا حاليا من اهل الخير واهل الفضل، الناس اللي في قلبها رحمه، تطلبي ايه منهم وتقولي لهم ايه؟ هم بيسمعوكي دلوقتي، بصي لهم عشان هم بيسمعوكي. ينكر عليه
يقدر يساعد. بس بص الاطفال دي، بس ساعه ما تجيبهم كده يبصوا لهم، بس يبص لمنظرهم وبص احنا عايشين ازاي. عايزهم بس يبص الاطفال دي. والله ابوه مزق اديله 5 سنين، والله 5 سنين سايبنا حامل، والله سايبنا حامل في ده. شوف ده عنده قد الوقت، عنده 5 ما شافش ابوه، ومسكون في اخر بلاد المسلمين بعيد. ما يفضل يعيط ويقول له ابويا فين، وابويا فين، وابويا مات عشان انه ما شافوش. والله ما شافوا، ويوم يشوفوا المنظر ويشوفوا اللي انا عايشاه، بس مستحمله وسايبه. احرمهم من مين؟ احرمهم من واروح لمين؟ طالبه من اهل الخير يساعدوني ويبصوا له. هل حضرتك بتحب ان اختك تكون بالمنظر ده؟ ان اختك تكون وتعيش تحت الظروف القاسيه دي؟ احنا بنجري عشان نشوف الرفاهيات، نشوف الحاجات، كماليات الحياه. الناس دي معدومه من اساسيات الحياه. الناس دي معدومه من الاكل والشرب اللي هم اكتر حاجتين مرتكزين عليهم، والناس كلها عايشه بيهم. ممكن حضرتك وانت بتسمعني حاليا قدام التلفزيون، ابنك يقول لك يا بابا يا ماما عايز 10 جنيه، عايز 20 جنيه، عايز 30 جنيه اشتري بيها بسكوت. تتصوروا ان الاطفال دي كلها امهم بتجري عليهم من 6 الصبح ل4 العصر زي ما قالت لنا علشان 30 جنيه. طب انت نفسك في ايه ماما مش قادره تجيبه لك واحنا نجيبه لك؟ نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو عشان انا مرتاح. البطاطين بتاعتنا مش تقيله ولا سقعان. البطاطين بتاعتنا مش تقيله وبنام وانا سقعان. نفسي اتغدى كويس. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي يوسف. يوسف، طيب نفسك في ايه؟ لو حد بيسمعنا حاليا وهيجيب لك الحاجه اللي نفسك فيها، نفسك في ايه؟ بص له ان هو بيسمعنا حاليا. بصراحه ابويا ازور ابويا، ازور ابويا ونساعد اضغط. نفسي انام حلو، ونفسي اقعد، ونفسي اقعد في بيت حلو كده. اصحابي بيقعدوا قلب الشنطه مقطعون رايح المدرسه. لا تاني، اصحابك بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يضحكوا عليا يقولوا لي ده جايب شنطه مقطعه، ويقوموا لابسين شنط حلوه وانا عايز شنطه. اصحابك لابسين شنط حلوه بيقولوا لك شنطتك مقطعه وانت عايز شنطه حلوه؟ ايوه عايز شنطه حلوه، نفسي اروح حلو. عايز شنطة حلوة، ونفسي أزور أبويا، ونفسي أنام في بيت كويس، ونفسي أتغطى كويس من السقعة. أستاذة أم دعاء معانا هنا في قرية تابعة لمركز أطفيح، بتقول أنا بشتغل من 6 الصبح للساعة 4 أو 5 العصر، مقابل كام؟ 500 جنيه؟ 1000 جنيه؟ لا، مقابل 30 جنيه. مقابل 30 جنيه، مش هتكلم كده. حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل. مصر لكل المصريين مستمرة ولن تتوقف عن الإبحار، بفضلكم وبتبرعاتكم وبدعمكم. النهاردة معنا حالة جديدة، النهاردة معنا أم جديدة، النهاردة معنا بنت جديدة، النهاردة معنا أخت جديدة. حضراتكم هتشوفوها معانا وهتشوفوا احتياجاتها، هتشوفوا متطلباتها، هتشوفوا هي عايزه ايه مننا بالظبط. لان احنا حلقه الوصل اللي بين حضراتكم اهل الفضل واهل الخير واهل التبرعات واهل الانفاق واهل الاحسان واهل الصدقات، وبين اهالينا المحتاجين لدعمكم ولفضلكم. تعرف بحضرتك؟ وفاء يحيى. منين يا استاذ وفاء؟ غمازه كبيره، مركز الصف. احنا بنسجل مع حضرتك دلوقتي امتى؟ بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ بعد العشاء. حضرتك معاكي كام ابن او كام بنت؟ معايا 4 ولدين وبنتين. معايا ولدين وبنتين. تمام. حضرتك لو حد بيسمعنا من اهل الفضل واهل الخير وعايز يتبرع لحضرتك، عايز يجي لحضرتك بنفسه ويشوف الوضع هنا، حضرتك ممكن تقولي له ايه؟ يا ريت تبص على الكاميرا. ربنا يخليه وربنا يديله الصحه يا رب، والف شكر على اللي انت بتعمله معانا. واحنا بس مش عايزين اكتر من يعني ان احنا نقعد في بيته كويس وكده. نطره جامده لدرجه العيال كان بتعيط. حضرتك محتاجه البيت عشان اول المطر ما نزل على حضرتك جريتي انت واطفالك الصغيرين دول وقعدت عند الجيران. الفرش كله باظ، ما كناش عارفين نروح فين، والجيران بقى واقفين، دي يقول تعالوا دي يقول تعالوا، ما كناش عارفين احنا نروح فين. والمطر كان جامد، كان علينا وقالوا لك ده سيور جامده وكده، ما كناش احنا عارفين نروح فين.
ولو تقفوا معانا ألف شكر. عندك كام بنت وكام ابن؟ معايا ولدين وبنتين، يوسف وأحمد ودنيا ورحمة. مش عارفين والله، حتى البنت الكبيرة كل ما نجهزها مش عارفين نجهزها، كل ما مثلا ما يجي لها عريس مش عارفين نجوزها، إن ما فيش إن إحنا نجيب لها حاجة. والله العظيم يا دي الحق فعلا مش عارفين نجيب لها أي حاجة، وربنا يخليكم لو وقفتوا معانا. زي ما قلت لحضراتكم، جمعية مصر لكل المصريين، أول ما بننزل أي قرية، أول ما بننزل أي ناجع محروم، بنتحرى الدقة كويس خالص علشان تكون الحالات دي تستاهل، تكون الحالات دي تستحق. ليه؟ لأننا احنا أكثر حرصا من حضراتكم على أموالكم وعلى مبالغكم، مبالغ التبرعات دي، علشان تيجي كل جنيه حضرتك بتدفعه بتكون نيتك إنك تخدم بيه، إنك تساعد بيه، إنك تعمل بيه مساعدة معينة. مصر كل المصريين هي الوسيط بين حضرتك وبين أهلينا، بنجيب الجنيه بيدفع جنيه، مش بنخصم منه حاجة، مفيش حد مصر كل المصريين بياخد منه حاجة. وزي ما قلت لحضراتكم، الحالات دي مش محتاجة رفاهيات للحياة زي ما معظمنا بيدور للأسف. الناس دي محتاجة ممكن نعملهم بيت يسكنوا فيه. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل، حباك إله الكون فضل عطائه. الخير لفاعل الخير. جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. مصر لكل المصريين، خيرها كتير ملايين ملايين، قد الدنيا وزنت الدنيا، وبيا وبيك مش ناس تانيين. احنا هنا فريق عمل جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية، قطعنا آلاف ومئات المترات عشان نوصل للحالات. الحالات ايه؟ الحالات الموجوده في النجوع والقرى المحرومه المحتاجه فعلا لمساعدتكم، المحتاجه فعلا لدعمكم. النهارده موجودين في قريه قدايه التابعه لمركز اطفيح، ومعانا حاله من الحالات اللي احنا مش هنزيد عليها، احنا هنخلي حضراتكم تسمعوا منها، واحنا ما الا وسيط بينهم وبين حضراتكم، بنقرب لكم البعيد وبنجيب لكم ميزان الحسنات الدائم، بنجيب لكم نهر جاري من الحسنات. تعرف بحضرتك؟ يوسف. الحمد لله. بس عامل ايه؟ معي كام ابن؟ خمسة. خمسة. شغال عليهم في الغطاء. شغال عليهم في الغطاء. اسمائهم ايه؟ يوسف واحمد ودعاء وياسمين وعبد. 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 قولي لي حضرتك جوزك بيشتغل ايه؟ بدله خمس سنين. مسؤول بدله خمس سنين. طيب مين العائل الأسرة دي او مين اللي بيصرف عليكم؟ انا شغاله عليهم في الغطان باليومية. شغاله في الغطان باليومية؟ اليومية بروح اجيبها ب 30 جنيه من الشغل. بالله عليكم ال 30 جنيه اللي يعملوا ايه؟ تشتغلي من امتى لامتى ب 30 جنيه؟ الصبح من الساعة 7 لحد بعد العصر. 30 جنيه. تشتغلي فين؟ بتعملي ايه في الغطان؟ بجمع بسلة. ما بسلة. من 7 الصبح او 6 الصبح للساعة 5 العصر او 4 العصر. واسبه متمرمط في الشارع. 30 جنيه. 30 جنيه. هيجيبوا بقى ال 30 جنيه دول؟ هيجيبوا لهم اكل ولا يجيبوا لهم لحم ولا يجيبوا لهم لبس ولا يجيبوا لهم ايه؟ لو في حد بيسمعنا حاليا من اهل الخير واهل الفضل، الناس اللي في قلبها رحمه، تطلبي ايه منهم وتقولي لهم ايه؟ هم بيسمعوك دلوقتي، بصي لهم عشان هم بيسمعوكي. يقدر عليه. يقدر عليه يساعد. بس بص الاطفال دي، بس ساعه ما تجيبهم كده بصوا لهم، بص لمنظرهم وبص احنا عايشين ازاي. عايزهم بص الاطفال دي. والله ابو مزيد اديله خمس سنين. والله خمس سنين سايبنا حامل. والله سايبنا حامل في ده. شوف ده عنده قد الوقت، عنده خمسه ما شافش ابوه، ومسكون في اخر بلاد المسلمين بعيد. ما بيفضل يعيط ويقول له ابويا فين وابويا فين وابويا مات عشان انه ما شافوش. والله ما شافوا. ويشوفوا المنظر ويشوفوا اللي انا عايشاه، بس مستحمله وساكته. احرمهم من مين؟ احرمهم من وراح لمين؟ طلبه من اهل الخير يساعدوني ويبصوا لهم. هل حضرتك
بتحب ان اختك تكون بالمنظر ده، ان اختك تكون وتعيش تحت الظروف القاسيه دي؟ احنا بنجري عشان نشوف الرفاهيات، نشوف الحاجات كماليات الحياه. الناس دي معدومه من اساسيات الحياه، الناس دي معدومه من الاكل والشرب اللي هم اكتر حاجتين مرتكزين عليهم والناس كلها عايشه بيهم. ممكن حضرتك وانت بتسمعني حاليا قدام التلفزيون ابنك يقول لك يا بابا يا ماما عايز 10 جنيه، عايز 20 جنيه، عايز 30 جنيه اشتري بيها بسكوت. تتصوروا ان الاطفال دي كلها امهم بتجري عليهم من 6 الصبح ل 4 العصر زي ما قالت لنا علشان 30 جنيه؟ طب انت نفسك في ايه ماما مش قادره تجيبه لك واحنا نجيبه لك؟ نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اتغطى حلو عشان انا مرتاح. البطاطين بتاعتنا مش تقيله ولا سقعان. البطاطين بتاعتنا مش تقيله وبنام وانا سقعان. نفسي اتغدى كويس. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي يوسف. يوسف، طيب نفسك في ايه؟ لو حد بيسمعنا حاليا وهيجيب لك الحاجه اللي نفسك فيها، نفسك في ايه؟ بص له ان هو بيسمعنا حاليا. بصراحه ابويا ازور ابويا ازور ابويا نفسي اقعد اتغطى ونفسي انام حلو ونفسي اقعد في بيت حلو كده واصحابي بيقعدوا قلب الشنطه مقطع وانا رايح المدرسه. لا تاني، اصحابك بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يضحكوا عليا يقولوا لي ده جايب شنطه مقطع ويقوموا لابسين شنط حلوه وانا عايز شنطه. اصحابك لابسين شنط حلوه بيقولوا لك شنطتك مقطعه وانت عايز شنطه حلوه؟ ايوه عايز شنطه حلوه نفسي اروح حلوه. عايز شنطه حلوه ونفسي ازور ابويا ونفسي انام في بيت كويس ونفسي اتغطى كويس من السقعه. استاذه ام دعاء معانا هنا في قريه تابعه لمركز اطفيح بتقول انا بشتغل 6 الصبح الساعة 4 أو 5 العصر مقابل كام؟ 500 جنيه؟ 1000 جنيه؟ لا، مقابل 30 جنيه. مقابل 30 جنيه. مش هتكلم تاني. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل. مصر لكل المصريين مستمرة ولن تتوقف عن الإبحار بفضلكم وبتبرعاتكم وبدعمكم. النهاردة معنا حالة جديدة، النهاردة معنا أم جديدة، النهاردة معنا بنت جديدة، النهاردة معنا أخت جديدة. حضراتكم هتشوفوها معنا وهتشوف احتياجاتها، هتشوف متطلباتها، هتشوفوا هي عايزة إيه مننا بالظبط. لأن إحنا حلقة الوصل اللي بين حضراتكم أهل الفضل وأهل الخير وأهل التبرعات وأهل الإنفاق وأهل الإحسان وأهل الصدقات وبين أهالينا المحتاجين لدعمكم ولفضلكم. تعرف بحضرتك؟ وفاء يحيى. منين يا أستاذ وفاء؟ جمازة كبيرة، مركز الصف. إحنا بنسجل مع حضرتك دلوقتي إمتى؟ بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ بعد العشاء. حضرتك معاكي كام ابن أو كام بنت؟ معايا 4 ولدين وبنتين. معايا ولدين وبنتين. تمام. حضرتك لو حد بيسمعنا من اهل الفضل واهل الخير وعايز يتبرع لحضرتك، عايز يجي لحضرتك بنفسه ويشوف الوضع هنا، حضرتك ممكن تقولي لي ايه؟ يا ريت تبص على الكاميرا. ربنا يخليه وربنا يديله الصحه يا رب، والف شكر على اللي انت بتعمله معانا. واحنا بس مش عايزين اكتر من يعني ان احنا نقعد في بيته كويس وكده. نطره علينا وجيران خدنا عنده نطره جامده لدرجه ما كناش عارفين نروح فين، والجيران بقى واقفين، دي يقول تعالوا ودي يقول تعالوا، ما كناش عارفين احنا نروح فين. والنطر كان جامد، كان عليه لو قالوا لك ده سيور جامده وكده، ما كناش احنا عارفين نروح فين. ولو تقفوا معانا الف شكر. حضرتك عندك كام بنت وكام ابن؟ معايا ولدين وبنتين، يوسف واحمد ودنيا ورحمه. مش عارفين والله، حتى البنت الكبيره كل ما نجهزها مش عارفين نجهزها، كل ما مثلا ما يجي لها عريس مش عارفين نجوزها، ان مفيش ان احنا نجيب لها حاجه. والله العظيم هي دي الحق فعلا، مش عارفين نجيب لها اي حاجه. وربنا يخليكم لو وقفتوا معانا. زي ما قلت لحضراتكم، جمعيه مصر لكل المصريين اول ما بننزل اي قريه، اول ما بننزل اي ناجع محروم، بنتحرى الدقه كويس خالص علشان تكون الحالات دي تستاهل، تكون الحالات دي تستحق. ليه؟ لاننا احنا اكثر حرصا من حضراتكم على اموالكم وعلى مبالغكم، مبالغ التبرعات دي، عشان تيجي كل جنيه حضرتك بتدفعه بتكون نيتك انك تخدم بيه، انك تساعد بيه، انك تعمل بيه مساعده معينه
مصر كل المصريين هي الوسيط بين حضرتك وبين أهلينا. بنجيب الجنيه، بيدفع جنيه، مش بنخصم منه حاجة. مفيش حد مصر كل المصريين بياخد منه حاجة. وزي ما قلت لحضراتكم، الحالات دي مش محتاجة رفاهيات للحياة زي ما معظمنا بيدور. للأسف الناس دي محتاجة بقى ممكن نعملهم بيت يسكنوا فيه. حياتك جنات. هاي الشنطة حلوة، ونفسي أزور أبويا، ونفسي أنام في بيت كويس، ونفسي أتغطى كويس من السعة. أستاذة أم دعاء معانا هنا في قرية تابعة لمركز أطفيح، بتقول أنا بشتغل من 6 الصبح لساعة 4 أو 5 العصر، مقابل كام؟ 500 جنيه؟ 1000 جنيه؟ لا، مقابل 30 جنيه. مقابل 30 جنيه. مش هتكلم تاني. حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل. مصر لكل المصريين مستمرة ولن تتوقف عن الإبحار، بفضلكم وبتورعاتكم وبدعمكم. النهاردة معنا حالة جديدة، النهاردة معنا أم جديدة، النهاردة معنا بنت جديدة، النهاردة معنا أخت جديدة. حضراتكم هتشوفوها معانا، وهتشوفوا احتياجاتها، هتشوفوا متطلباتها، هتشوفوا هي عايزه ايه مننا بالظبط. لان احنا حلقه الوصل اللي بين حضراتكم اهل الفضل واهل الخير واهل التبرعات واهل الانفاق واهل الاحسان واهل الصدقات، وبين اهالينا المحتاجين لدعمكم ولفضلكم. تعرف بحضرتك؟ وفاء يحيى. منين يا استاذ وفاء؟ جمازه كبيره، مركز الصف. احنا بنسجل مع حضرتك دلوقتي امتى؟ بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ بعد العشاء. حضرتك معاكي كام ابن او كام بنت؟ معايا 4 ولدين وبنتين. معايا ولدين وبنتين. تمام. حضرتك لو حد بيسمعنا من اهل الفضل واهل الخير وعايز يتبرع لحضرتك، عايز يجي لحضرتك بنفسه ويشوف الوضع هنا، حضرتك ممكن تقولي له ايه؟ يا ريت تبص على الكاميرا. ربنا يخليه وربنا يديله الصحه يا رب، والف شكر على اللي انت بتعمله معانا. واحنا بس مش عايزين اكتر من يعني ان احنا نقعد في بيته كويس وكده. نطر علينا وربنا خدنا عنده نطره جامده لدرجه العيال كان بتعيط. حضرتك محتاجه البيت عشان اول المطر ما نزل على حضرتك جريتي انت واطفالك الصغيرين دول وقعدت عند الجيران. الفرش كله باظ، ما كناش عارفين نروح فين، والجيران بقى واقفين، دي قلت تعالوا دي قلت تعالوا، ما كناش عارفين احنا نروح فين. والنطر كان جامد، كان علينا وقالوا لك ده سيور جامده وكده، ما كناش احنا عارفين نروح فين. ولو تقفوا معانا الف شكر. حضرتك عندك كام بنت وكام ابن؟ معايا ولدين وبنتين، يوسف واحمد ودنيا ورحمه. مش عارفين والله، حتى البنت الكبيره كل ما نجهزها مش عارفين نجهزها، كل ما مثلا ما يجي لها عريس مش عارفين نجوزها، ان ما فيش ان احنا نجيب لها حاجه. والله العظيم يا دي الحق فعلا، مش عارفين نجيب لها اي حاجه. وربنا يخليكم لو وقفتوا معانا. زي ما قلت لحضراتكم، جمعية مصر كل المصريين أول ما بننزل أي قرية، أول ما بننزل أي ناجع محروم، بنتحرى الدقة كويس خالص علشان تكون الحالات دي تستاهل، تكون الحالات دي تستحق. ليه؟ لأننا احنا أكثر حرصا من حضراتكم على أموالكم وعلى مبالغكم، مبالغ التبرعات دي، عشان تيجي كل جنيه حضرتك بتدفعه بتكون نيتك إنك تخدم بيه، إنك تساعد بيه، إنك تعمل بيه مساعدة معينة. مصر كل المصريين هي الوسيط بين حضرتك وبين أهلينا. بنجيب الجنيه، بيدفع جنيه، مش بنخصم منه حاجة. مفيش حد مصر كل المصريين بياخد منه حاجة. وزي ما قلت لحضراتكم، الحالات دي مش محتاجة رفاهيات للحياة زي ما معظمنا بيدور. للأسف الناس دي محتاجة بقى ممكن نعملهم بيت يسكنوا فيه. حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيد.